وإذا كذبت عليه كنتقلد بها ومتبعت يهودي يوم القيامة إذا كذبت عليه في هذه المسألة. واش تظن أن بحال هذه المسائل هذه حنا في ليطا ديالنا اللي عايشين ستريس مع السيدر اللي غتمشي منا وكتسمع بحال الكلمات؟ كيفاش وزارة الصحة تدخل علاش قلنا أو في رقم الإعلام قلنا الفيسبوك الله يجزيكم بخير؟ أنا اللي دار هاد الضجة كاملة هو واحد الابليكاسيون أنا قلت لهم الله يجزيكم بخير حساب ميك ديال الكلمة بحال هكا مشيت الفيسبوك قلت كنأمن بالله عز وجل يحيي العظام وهي رميم فما بالك باش واحد الرية يقول لها كن فتكون وترجع كيف ما كانت نحسب بحال هكا الناس أصدقاء ديالي تعاطفوا معايا والعائلة ديروا مع هادي ديروا مع هادي ديروا معها حتى الناس كيشوفوا H1N1 هو باقي كاين هاد الفيروس بحال هكا هي من وراه وانا نخرج بواحد الفيديو توضيحي الله يخليكم فيروس كاين ماشي قاتل الناس العاديين ولكن قاتل فعلا لبعض الناس وقلتوا غيرة على الإنسانية وغيرة على ولاد بلادي ما بغيتش يطيحوا يكون عندهم نفس المآل اللي عندي أنا فقدت الزوجة ديالي الله عز وجل غيعوضني خير أكيد ولكن الناس أخرين ما بغيتهمش يضيعوا ما بغيتهمش يضيعوا مغاربة خوتي خواتاتي صحابي ما بغيتهمش يضيعوا حتى هما علاش أنا قلت لهم ضروري ردوا بالكم راه ما كيمهلش هاد الداء راه حدو كارون تويتر مورا كارون تويتر الله يرحم إلا الناس ديالنا والإعلام ما اعترفش به ما اعترفش بهذه المسألة ديال 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 الإنفلونزا الناس فوق ما غير واحد غادي يجي يروح لغير الروسا ياخذ دوليبران ما كيمهلش 48 ساعة مشيتي غتاخذ دوليبران 48 ساعة مشيتي ولا تاخذ منه فيبرال 48 ساعة مشيتي لا غيجيني الروح غيضرني راسي لا غنمشي ندير التحليلة علاش كاين اش ان ان كيدور حيت قاتل في بعض الحالات وراه فكرتهم في الفيديو اللي قبل فهمتيني والمسؤوليه الاولى العلاج ديال الابن ديالك في المستشفى تكاليف العلاج باقي ما عرفتهاش ياك حيت انا ربما هاد الضجه الاعلاميه زعتهم شويه حيت في البدايه انا عطاوني واحد دوفي اللي فيه 6 مليون و100 وشي حاجه ودابا ملي بغيت نشوف عطاوني دوفي فيه 4 مليون وشي حاجه و100 وشي حاجه داكشي كيتبدل المهم ما عرفتش داكشي انا باش ما نتهمهمش ما غنسيش فيهم الظن ربما كان داكشي استيماسيون دابا ولات داكشي راه هو هذاك ممكن هاد المساله وكذلك وكنحمل مسؤوليتي على الموت ديالي هو الاهمال ديال كلينيك السعاده كلينيك السعاده ديال فاس كلينيك السعاده ديت لهم المراه يلاه بدا في هذا المشكل السبت بالليل يلاه بدا في هذا المشكل تقريبا مع الحد الصباح ديتها لهم نورمالمون مشاو في واحد فواحد لافوا جهه وحده مشاو فيها الناس كيديروا كيشوفوا الدم يشوفوا الراس يشوفوا لي بومو يشوفوا كذا يشوفوا شو ما كاين شي حاجه بقاو تبعوا حكا افيكسيون اورينار حكا كذا حكا كذا حكا مشاو هذيك المساله حتى دازت المده والسيده ولات كتكح على الكحه دوك الناس الكبار وكتلوح الريه ديالها كتقول لي سعيد ما بقيتش قاده ما بقي بالم وانا كتضحك تقسم قسمت معاه ولكن لا املك ما عنديش كيفاش ندير كنشوف كتالم قدامي وكنحتسب كنقول يا ربي راه كاع عطيتها في ايادي امينه هما الصحه ديالنا ساعه ما كيدوك اماني هما اللي خاو بينا صحابنا واش حنا في المغرب محميين من ظهرنا ولكن لا حياتي لمن تنادي هذا هو المشكل وثانيا السيده المشرفه على الحاله ديالها جينيكولوج ديال كلينيك السعاده باش نسميها رحمه بها باش نسميها باش تيلا وقع لها المشكل في الكلينيك نخليها العياده ديالها غادي 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 في هذه المساله زعما غنكون بها رحيم هي كتشوف السيده كتلوح الدم وكتقي الدم وكتكح الدم حكا قول لها اعطيها زويته راه مجروحه في الحلق ديالها الشريفه حنا جينا البريفي بريفي صافي دير حنا الحياه ما كنساوموهاش بالماديات شحال ما كان ما عندناش كاين الكرماء اللي غادي يشوف معنا وغادي يساعدونا ولكن ما تضيعش الام لولادها وما تضيعش الزوجه الزوج ديالها وما تضيعش البنت لوالديها حيت كنا تخسرناها وكنا ضعنا فيها السيده بلاص ما تاخذ لي زاناليز وتشوف ديك خاشا وتشوف مالها وبلا عباك شوف البلومو يجي قلت لها ما عنده ما يدير لها البلومو غادي يرجع لي انا وبقات تما كدوي الايمان ميسا في قضيه حماضت تقول لي اش غادي ترونسفير كازا انا ما توقعش كاع يكون المساله حتى للدرجه انها صعيبه على اساس قلت اش غادير وانا بيتها في الدار وغدا نرجع نرتاحوا حيت ما كنعسوش نرتاحوا ولا غد لي نشدوا الطريق قلت لها ترونسفير خاصها دير امبيلونس ايكيبي وغاتمشي مباشره حتى حتى المنطقه البيضاء هي فاش تقبلنا كلينيك خليفه ياك صراحه باش ما نبخسوش الناس الاشياء ديالهم كانت الوقفه شدوها تهلاو فيها في البلد يعني شدوها رعوها ضاروا بها داروا لي زاناليز في البداية سي موساوي كنشكرو الله يجزيه بخير سي الدكتور موساوي هذا بالضبط كنحييه هو اللي كتب فيها النهار الاولاني
وشاف لها البومو ديالها والطريقه باش كيوصل داك السيد الله يجازيه بخير والطريقه باش كيتكلم حتى هو واضحه وانسان واخا السيد الدكتور وكل شيء ولكن شعبي ومتواضع وعنده الخاطر كيسمع فاذا بين لغدي كنتفاجئوا بالدكتور الاخر اللي بيزوم ما عندوش الخاطر و تقول لي جي 40 ans d'expérience j'étais aux États-Unis j'étais en France j'étais en Belgique وانا دابا جيت لهنا يعني ما تقولش لي شي حاجه اخرى انت كتكذب عنا وكتقولنا كنعطيوها الدواء ما كتعطيهاش الدواء كيعطي دي زونتي انفلاماتوار باش كيبردوا عليها شويه فقط وكيدوخها باش ما تحس والدواء اللي كيقتل الفيروس ما كيتعطاش وحيت مقطوع وما قالوهاش ومن حنا قلنا هادشي على الاقل وزاره الصحه تعطي هادشي على الاقل وزاره الصحه انها تخرج ودابا مفروض على وزارة الصحة أن تعاود ترد هاد طاميفلو اللي هو كيقتل فيروس الأشعين الصيدليات حيث العدوى ونؤكد أنها خرجت. شكرا.